باب الدار. زي ما سمعتوه تسمعوه ليه. هي مش قطع طرقات، تحركات هن قوى الامن تعيد الطريق تخوفا من محاصره مجلس النواب. نحن ما بدنا نحاصر مجلس النواب، ما بدنا نمنع النواب يفوتوا، بدنا يفوتوا يناقشوا. المطلب الاساسي اسقاط البنود، كافه البنود التي تتعلق بالحسم على رواتب العسكريين بالخدمه الفعليه والمتقاعدين، اسقاطها من مشروع الموازنه، ويفتشوا على بوهاب الهدر الكتيري. يا حو مرفق بيروت حدنا، مرفق بيروت وحده في هدر جمركي وتهريج جمركي وسرقة ورشاوة مليار و200 مليون دولار بالسنة، بينما كل الحشم وكل المحسومات والاقتطاعات من رواتب القطاع العام كله ضمن العسكريين المتقاعدين والخدمة في كلها سوا 945 مليون دولار. أي أحسن نسكر المزاري بالسرقة والهدر ولا نشيل عن جيبة العسكري الفقير؟ لك في شي عسكري من الموجودين كلنا سأل لي إياهم ما بيشغل شغلة تانية تيعيش؟ حدا يسألون ولا بتأدي؟ المطالب الأساسية معروفة، عدم المس بحقوق العسكريين في الخدمة الفعلية وفي التقاعد. نحن عندما دخلنا إلى المؤسسات العسكرية هناك عقد بيننا وبين الدولة، معروف أن قانون الدفاع الوطني المرسوم الإجرائي 102/83 يرعى طبابة العسكريين وأمورهم المادية والمعنوية والإدارية. المرسوم الإجرائي 102/83 قانون الدفاع الوطني يقول حرفياً الطبابة في الجيش مجانية للعسكري في الخدمة الفعلية وللمتقاعد وكل من يتقاضى معاش تقاعدي عسكري. جاءت الآن الحكومة في هذه البنود لتضرب هذا المبدأ، لتخالف القانون. إنما تقوم به الحكومة هو مخالفة واضحة وصريحة للقانون. هذا القانون الخاص أقوى من القانون العام. الموازن هي قانون لثلاثة أشهر، الآن بعد ثلاثة أشهر موازنة 2020 يأتون لاقتطاع رواتبنا وحقوقنا ومكتسباتنا. نحن هنا لنقول لهم لن تمر هذه البنود، وإن حصل وحسب سير المناقشات وعلمنا بأنهم لم يوافقوا على إنصافنا فنحن لنا تصرف آخر. نحن معشر عسكري إذا هالسلطة اللي هلأ مجتمعة تتشرع وهي مسألة ديمقراطية ولازم تنفذ الديمقراطية ببلدنا لبنان الجريح، نحن دفعنا عن بلدنا وحميناه بدمنا ودفعنا ضريبة الدم مرتين، ما لازم ندفعوا ويسجزونا من معاشنا ومن طبيبتنا العسكريه. نناشد هؤلاء النواب القابعين تحت قبه البرلمان ان ينصفونا، ونناشد رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومه ورئيس الجمهوريه اللي هو اول متقاعد في لبنان، هو القائد الاول في الجيش اللبناني، يعني نناشدهم ان ينصفونا معشر عسكريين في الخدمه الفعليه وفي التقاعد. اذا كانت ما نفذونا دقونا معاشاتنا، هن بيكونوا عم يجرونا لما لا نرضاه. نحن شعب راقي، نحن ما غوغائيين، نحن ما بنعمل مظاهرات وبنقطع طرقات، نحن بندافع عن دمنا بالكلمه، وان لم يسمعونا فهناك وسائل اخرى، ولكن نرجو ان لا يجبرونا الى هذه الوسائل. ليس هناك عسكريين متقاعدين يقومون باعمال شغب بتاتا، نحن فقط موجودون باعتصام سلمي حضاري للتعبير للسلطة عن السخط الصاخب من قبلنا بالنسبة إلى الاقتطاع في ضريبة الدخل والطبابة العسكرية. لن نقبل بتاتا بكل ما عرض علينا من تسويات، خاصة بالنسبة للتسوية التي توصل إليها مع احترامنا للضباط النواب. نحن نرفض بتاتا
اقتطاع من ضريبة الدخل ومن الطبابة العسكرية، لأن ضريبة الدخل ندفعها عندما نتطوع في المؤسسة العسكرية، والطبابة للمؤسسات الأمنية والعسكرية هي أصلا بحالة متساعدة، وليس الاقتطاع من العسكريين. حتى ومع ذلك ما ورد إلينا أن هناك اقتطاع بالموازنة الطبابة العسكرية بالنسبة من وزارة المالية للطبابة.